الفنانة ملك الجمل صاحبة شخصية خالتي بامبا رحلت حزينة، وكانت كمان السبب في وفاة حفيدها، والغريب ان حفيدها وابنها ماتوا في نفس اليوم. وايه هي قصة تحرشها بالفنانة فاتن حمامة؟ وكمان هنتعرف على مشوارها الفني وحياتها الشخصية، حياة ملك الجمل. ممثلة مصرية بتمتلك موهبة فنية مختلفة وخفة ظل عالية جدا، وتألقت في تقديم أدوار الشر، علشان كده لقبها الجمهور بملكة الشر. تنوع مشوارها الفني ما بين السينما والدراما والمسرح وكمان التلفزيون والإذاعة، فهي نجمة مسرح من الدرجة الأولى. وتعاملت ملك الجمل مع كبار نجوم الفن زي الفنانة سعاد حسني والفنان فريد شوقي، وتعتبر أول متحرشة في تاريخ السينما المصرية بعد تحرشها بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. الفنانة من مواليد 29 يناير 1929، كان والدها بيشتغل مدرس لغة عربية بالأزهر، والتحقت ملك الجمل بكلية الأداب قسم لغة إنجليزية. وبعد تخرجها قدرت تحقق حلمها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت حياتها العملية كممثلة في الإذاعة المصرية، وهو ده اللي ساعدها إنها تظهر على خشبة المسرح، وكمان التحقت في عدد كبير جدا من الفرق المسرحية واشتغلت معاهم. وكان أبرز الفرق دي اللي قامت معاهم بتقديم مجموعة كبيرة جدا من العروض المسرحية الناجحة كانت فرقة الفنان يوسف وهبي. سافرت كمان ملك الجمل مع عميد المسرح العربي يوسف وهبي لباريس لتقديم عدد كبير من العروض المسرحية، وانضمت للفرقة المصرية الحديثة سنة 1954. وكان أبرز الأعمال المسرحية اللي قدمتها الفنانة ملك الجمل في الوقت ده سكة السلامة، بطولة سميحة أيوب وتوفيق الدقن وعبد المنعم إبراهيم وإخراج سعد أردش، وكمان ملك الشحاتين، وعدد كبير جدا من العروض المسرحية اللي قدمتها. وقدمت مجموعة كبيرة كمان من الأفلام منها الأقوياء والمغنواتي وانتبه أيها السادة ورحلة داخل امرأة، وكمان أفلام كتير اتشهرت فيها ملك الجمل. والفيلم اللي اتشهرت فيه جدا ملك الجمل كان فيلم الشموع السوداء. أما عن الشخصية اللي اتشهرت بيها برضو ملك الجمل كانت شخصية خالتي بامبا، من أهم الشخصيات اللي قدمتها في حياتها الفنية، وكان في الستينيات، وكان لمدة 17 سنة تم عرض العمل ده، وكانت خالتي بامبا اشتهرت بيها الفنانة ملك الجمل. وكان البطل أمامها رأفت فهيم اللي كان بيجسد شخصية أبو سيد ضمن فقرات برنامج إلى ربات البيوت للإذاعية صفية المهندس. وغير انها قدمت عدد كبير جدا من المسرحيات والافلام، شاركت كمان في المسلسلات، وكان في عدد كبير جدا من المسلسلات اللي نجحت للفنانة ملك الجمل زي القضية 80 والقناع الزائف وعيلة الدغري ومبروك جالك ولد، وعدد كبير جدا من المسلسلات الناجحة. وتألقت كمان في عدد من المسلسلات الإذاعية، ومنهم عائلة مرزوق أفندي والأستاذ نجف والقصاص وكمان اللهم إني صائم والعديد من المسلسلات، وكان أبرزها زي ما احنا ما قلنا خالتي بامبا اللي اشتهرت بيها. وطالت ملك الجمل العديد من الشائعات، كان أبرز الشائعات دي حبها اللي كان الحب اللي كان بيجمعها ما بين الشاعر إبراهيم ناجي، ودي كانت إشاعة، بس طبعا كانت الإشاعة دي ليها دلائل كتير جدا، زي اللي هو كتب قصيدة الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم، وأكدوا إن دي شائعة، وتسبب انتشارها كان انتشارها سريع جدا بسرعة البرق. ووقتها قالوا ان ابنها كان ليها ابن وحيد اسمه ابراهيم، وان الشاعر ابراهيم ناجي كتب في القصيدة انه الشخصية دي حقيقية. وفي اقاويل تانية قالت ان الاغنية دي كتبت للفنانة فنانة اخرى مش الفنانة ملك الجمل، وهي الفنانة زوزو حمدي الحكيم. ولكن ظهر نجل الشاعر إبراهيم ناجي وقال عن الشخصية الحقيقية اللي كتب لها الشاعر قصيدة الأطلال، وهي ليست الفنانة ملك الجمل، وكمان ليست الفنانة زوزو حمدي الحكيم.
وتعتبر ملك الجمل أول ممثلة مصرية جسدت دور فتاة تعاني من المثلية الجنسية في تاريخ السينما المصرية، بعد ترشيحها رشحها فعلا المخرج صلاح أبو سيف والمؤلف إحسان عبد القدوس لفيلم الطريق المسدود، لكن ملك الجمل اعتذرت في البداية وبعد كده قررت تقديم الدور ده، وعبارة عن شخصية مدرسة مسترجلة واتحرشت بالفنانة فاتن حمامة، وحققت نجاح كبير جدا خلال العمل ده بعد طرحه للسينما، واشتهرت بجملة معينة في الفيلم، وكان الفيلم ده أطلق على الفنانة ملك الجمل بعد ترشيحها للفيلم ده إنها أشهر متحرشة في تاريخ السينما المصرية. وهننتقل للجانب الشخصي للفنانة ملك الجمل، تزوجت من خارج الوسط الفني ورحلت عن عالمنا في 23 ديسمبر سنة 1982، ورحلت عن عمر يناهز 83 عام، والسبب وفاتها أزمة قلبية نتيجة اكتئاب شديد جدا، والاكتئاب ده أصابها بعد رحيل حفيدها وابنها في يوم واحد، واللي كانت السبب في رحيل حفيدها ووفاته بعد أخذه معها للسوق لشراء مستلزمات البيت وصدمته سيارة مسرعة وتوفى في الحال، لكن نجلها اتوفى بسبب أزمة قلبية برضو بعد نشوب أزمة بينه وبين زوجته بعد رحيل نجله الوحيد، وتوفى كده ابنها وحفيدها في نفس اليوم. والفنانة ملك الجمل استطاعت تجسيد أدوار الشر باحترافية جديدة لدرجة إنك ممكن تكرهها بمجرد رؤيتها على الشاشة، فهي حكمة الشريرة الأسيا في الشموع السوداء، وهي كمان الخطبة الشريرة اللي بتغري والدة العروسة زهرة العلا بالزواج من عباس الزفر في إسماعيل ياسين في الأسطول، وهي الحما كمان أم العروسة والعمة الأسيا في فيلم نادية، وهي خالتي بامبا الرغاية في البرنامج الإذاعي إلى ربات البيوت، وجسدت دور المرأة التي تتدخل فيما لا يعنيها بلسانها الطويل، وشفناها في جميع أدوارها وكلنا كنا بنحب نتفرج عليها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة الراحلة ملك الجمل شريرة السينما المصرية زي ما قالوا عليها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم كمان جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.